السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. تطرقنا في الفيديوهات السابقة إلى حل التمرين الأول من الكهرباء الساكنة. في هذا الفيديو سنتطرق إلى حل التمرين الثاني من الكهرباء الساكنة. نضع في نص التمرين هو كالتالي: نضع في معلم أو إكس إيجراك، نضع شحنتين كي واحد يساوي ناقص 9 × 10^-6 كولوم، و كي 2 يساوي 8 × 10^-6 كولوم، عند نقطتين 3 0 و 0 4 على التوالي. تعطى الإحداثيات بالمتر. ك يساوي 9 × 10^-9 نيوتن في المتر مربع على الكولوم مربع. جد الحقل الكهروستاتيكي او صفر الناتج عند المركز او صفر صفر مع الرسم التومبستنتج طاولته. اوجد الكمون في صفر في المركز. نضع شحنة كي صفر يساوي 1 μC في المركز. احسب القوة الكهروستاتيكية اف او شعاع وطويلة المؤثرة على كي صفر مع الرسم. اذا نأتي الان الى الرسم. اولا نضع ونضع الشحنتين في المعلم. اذا الشحنة كي واحد إحداثيتها 3 0، إذن إكس للشحنة كي واحد هو 3، وإكراك للشحنة كي صفر للشحنة كي واحد هو 0. إذن نضعها هنا، إذن بالتقريب تأتي هنا. أما الشحنة كي 2 فإنها إحداثيتها 0 4، إذن تأتي الشحنة كي 2 هنا في هذا المكان. إذن الآن نقوم برسم الحقول. إذا الشحنة كي واحد تكون داخلة إلى الشحنة، الشحنة كي واحد يكون الحقل داخلا إليها. إذا نأتي إلى النقطة أو ونقوم برسم حقل داخل إلى الشحنة كي واحد. أما الشحنة كي اثنين نقوم برسم حقل خارج منها، يعني هذا الحقل أو اثنين يكون خارجا منها. إذا تصبح لدينا هنا O1 خارج اتجاه الشحنة، O1 داخل اتجاه الشحنة، O2 خارج اتجاه الشحنة، ويكونان متعامدان، ومبدأهما هو المركز O. إذن المحصلة هو O0، المحصلة يكون منصفا للزاوية القائمة التي يشكلها O1 وO2. إذن يكون التوتال O0 منصفا لهذه الزاوية. أما القوة FE نتكلم عنها في السؤال الأخير الذي تتعلق به. إذن إيجاد الحقل الكهروستاتيكي O0 الناتج عند المركز O0 0 واستنتاج طاولته. إذن حسب مبدأ تراكبي دائما، فإن O توتال أو O0 أو الحقل الكلي يساوي مجموع الحقول. إذن O يساوي O1 زائد O2. إذن O1 يساوي ك في القيمة المطلقة لكي واحد مقسوما على R1 مربع مضروبا في شعاع الوحدة E1. إذن O1 يساوي ك في القيمة المطلقة لكي واحد مقسوما على R1 مربع مضروبا في شعاع الوحدة E، لأن هذا الحقل O1 منطبق على شعاع الوحدة E. إذن ويساوي 9 × 10^-6 التي هي الشحنة مقسوما على R مربع الذي هو 3 مربع مضروبا في شعاع الوحدة E، ويساوي 9 × 10^-3 في E. إذن O2 يساوي K في القيمة المطلقة لكي 2 مقسوما على R2 مربع مضروبا في شعاع الوحدة E O2. إذن O1 هنا O2 وليس O1، هنا O2 وليس O1. إذن O2 يساوي ك في القيمة المطلقة لكي واحد مقسوما على R2 مربع، هنا O2 مضروبا في شعاع الوحدة ناقص G. تلاحظون بأن O2 هو عكس شعاع الوحدة G، إذن نضع إشارة سالبة. إذن هنا شعاع الوحدة هو ناقص G، إذن يساوي ناقص، يعني هذه الإشارة السالبة نجعلها في البداية، تصبح ناقص 9 × 10^ ناقص ناقص 9 × 10^ 9 في 8 × 10^-6 مقسوما على R مربع الذي هو 4 الكل مربع مضروبا في شعاع الوحدة G. هنا الإشارة السالبة التي كانت
عند جي جعلتها في البداية لأن الضرب تبديلي. إذا تصبح معنا النتيجة ناقص 4.5 في 10 قوة ناقص في 10 قوة 3 جي. إذا الآن الحقل الكلي هو او يساوي او واحد زائد او اثنين، نقوم بجمعهم. إذا تصبح 9 في 10 قوة، إذا او يساوي 9 في 10 قوة 3 في اي ناقص 4.5 في 10 قوة 3 في جي، وهو شعاع الحقل الكلي. إذا نحن الآن نريد الطويلة لأنه قال لك احسب الطويلة أيضا. إذا هذا شعاع الحقل الكلي. الآن نقوم بحساب طويلة الحقل الكلي. طويلة الحقل هي جذر او واحد مربع زائد او اثنين مربع. إذا طويلة تساوي جذر 9 في 10 قوة 3 الكل مربع زائد نفتح قوس ناقص 4.5 في 10 قوة 3 الكل مربع، ويساوي 10062.30 فولت على المتر. هنا 10062.30 فولت على المتر، وهي طويلة الحقل الكلي. إيجاد كمون كلا من الشحنتين عند المركز واستنتاج الكمون الكلي في صفر أو في أو. إذن في الكمون، قانون الكمون، إذن في واحد هنا يساوي ك في كي واحد مقسوما على ار واحد. كما تكلمنا في الفيديو السابق في الكمون نكتب الشحنة كما هي بدون قيمة مطلقة، والار لا نقوم بتربيعه. إذن قانون الكمون هو في يساوي ك في كي مقسوما على ار بدون قيمة مطلقة. إذن في واحد يساوي ك في كي واحد مقسوما على ار واحد. إذن يساوي 9 في 10 قوة 9 في ناقص 9 في 10 قوة ناقص 6 مقسوما على 3، ويساوي ناقص 2.70 في 10 قوة 4 فولت، وحدة الكوبون دائما هي الفولت. إذن في 2 يساوي ك في كي 2 مقسوما على ار 2، ويساوي 9 في 10 قوة 9 في 8 في 10 قوة ناقص 6 مقسوما على 4، ويساوي 1.80 في 10 قوة 4 فولت. إذن الكمون الكلي نقوم بجمع هاتين النتيجتين. بما أن إحداهما سالبة فإن العملية هي طرح وليست جمع. إذن أحد العددين، أحد الكمونين سالب، إذن سالب زائد موجب، إذن العملية هي طرح. تصبح 1.80 في 10 قوة 4 ناقص 2.70 في 10 قوة 4، والنتيجة في صفر يساوي ناقص 9 في 10 قوة 3 فولت، لأن هنا كما تلاحظ 2.70 في 10 قوة 4 هو الأكبر، هو العدد الأكبر وإشارته سالبة. إذن الناتج سيكون إشارته سالبة لأن العدد الكبير، لأننا قمنا بطرح، بعملية طرح، والحد الأكبر هو الذي إشارته سالبة. هنا عليكم الحذر. إذن هنا الإشارة السالبة لا تنسوها عند نهاية الحساب. إذن في أو أو في صفر يساوي ناقص 9 في 10 قوة 3 فولت. كل الحسابات عليكم إجراؤها بالآلة الحاسبة والتدقيق فيها، عليكم الحذر. أحسب القوة الكهرستاتيكية، هنا أحسب القوة الكهرستاتيكية اف او شعاع وطويلة المؤثرة على كي صفر. إذن هنا نقوم بحسابها. إذن القانون يقول لك اف او يساوي كي او أو كي صفر في او، والذي هو او توتال. إذن الكي قدمناها بميكرو كولوم، إذن نقوم بتحويلها إلى الكولوم. إذن 1 في 10 قوة ناقص 6 في 9 في 10 قوة 3 في اي ناقص 4.5 في 10 قوة 3 في جي. إذن نقوم بحساب، أولا نقوم بحساب شعاع القوة. إذن نقوم بالتطبيق على شعاع الحقل. إذن نقوم بالتعويض بشعاع الحقل والشحنة كي أو. إذن تصبح 1 في 10 قوة ناقص 6 في 9 في 10 قوة 3 في إي ناقص 4.5 في 10 قوة 3 في جي. نغلق القوس. إذن عند إجراء الحساب ينتج معنا F يساوي 9 في 10 قوة ناقص 3 في E
ناقص 4.5 في 10 قوة ناقص 3 في جي، نغلق القوس وهي عبارة شعاع القوة التي تؤثر بها الشحنتان كي واحد وكي اثنين على الشحنة كي صفر في المركز. إذن اف او طويلة اف او يساوي كي او في طويلة الحقل او. هنا يمكنكم استخدام هذا القانون، او اللجوء الى هذا القانون. انا قمت باللجوء الى استخدام طاولة الحقل وهذا افضل شيء. اذا تصبح معنا هنا اف او يساوي طاولة اف او يساوي كي او في طاولة او. اذا طاولة اف او يساوي 1 في 10 قوة ناقص 6 في 10,062.30. إذن طاولة اف او يساوي 1.01 في 10 قوة ناقص 2 نيوتن. هنا وضعنا نيوتن لأن هذه النتيجة تعبر عن قيمة القوة أو طاولة القوة أو شدة القوة التي تؤثر بها الشحنتان كي واحد وكي اثنين على الشحنة كي او في المركز. يعني نحن قمنا بوضع شحنة في المركز، شحنة هنا في المركز، هذه الشحنة قام كي واحد وكي اثنين بتأثير عليها بقوة. إذن هذه القوة كيف نمثلها الآن؟ بما أن لدينا هنا اف او يساوي كي او في او وكي هذه موجبة. تكلمنا في الفيديو السابق وقلنا إذا كان معامل التناسب الطردي كي موجبا فإن اف او تأخذ نفس اتجاه الحقل الكهربائي او توتال. اما اذا كان معامل التناسب الطردي كي او سالبا، يعني اذا كانت الشحنه سالبه، فان اف او تكون عكس الحقل الكلي او توتال او او او. اذا في هذه الحاله نحن امام شحنه موجبه، اذا الحقل الكهربائي والقوه اف او في نفس الاتجاه ومحمولان على نفس الحامل، والقوه اف او تمثل هكذا. كان هذا الفيديو هو التمرين الثاني للكهرباء الساكنة. هنا عليكم تصحيح فقط، هنا جعلها 2 وليس 1 لأنه الحقل الكهربائي 2، وتجدون البي دي اف مصححا وموجودا عبر مجموعتي ويمكنكم تحميله وإعادة حل التمارين والتدقيق في الحسابات جيدا. عليكم أن تقوموا بالحساب بأنفسكم لتتعودوا على استخدام الآلة الحاسبة في الامتحانات الرسمية. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.